وحول التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الطلبات الإسكانية معنا عبر الهاتف سعادة النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، ما هي أبرز المحاور التي تم التطرق إليها في التقرير النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة. طبعا محاور لجنة التحقيق كانت تركز على 5 محاور. المحور الأولي كان التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، واثنين التأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، ثلاثة البحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، أربعة التأكد من طريقة التعاقد مع المقاومين والمنفذين الوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين، وآخر محور اللي هو الخامس التأكد من مبالغ الأقساط الشهرية والفوائد مخالف العقد الاتفاق. هذه 5 محاور اللجنة ارتكزت عليها في عملها مع وزارة الإسكان. نعم سعادة النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.